مباراة عادية أمام الفريق جارنا، إن شاء الله كما قلت لك غادي نكونسونطرو مليح باش نفوزو ونمشيو في الأولين إن شاء الله. هل مباراة مصر مصيرية من أجل المركز الأول ولا هي شكلية بالنسبة لكم؟ الحمد لله وين تأهلنا، إن شاء الله نلعبوا مباراة مع مصر باش نفوزو إن شاء الله. شكرا صاحبي. يوسف أروح لعندي أنا ما جيتش عند خوك أروح. يوسف اليوم شفناك ديبلوكيت لا سيتياسيون الحمد لله 10/10 كالعادة في الموعد. المباراة علاش كانت صعبة اليوم حسب رايك يوسف؟ المباراة كانت صعبة وين فريق كيما فريق لبنان كلهم في الدفاع، الشوط الأول وين ضيعنا كثير، الحمد لله في الشوط الثاني تعبوا هما وسجلنا هدف أول وفتحت المباراة. والمباراة هذه تاعتها كنتوا خايفين منها؟ كنتوا شوية ما حكرتوش شوية المنافس؟ لا لا لا، وين كيما الشوط الأول سيطرنا على المباراة كاع الشوط، كانت نقص فعالية من الشوط الثاني حطينا الآن هدف ثلاث نقاط ست نقاط رانا متأهلين مباراة عن مصر، نقدروا نقولوا من أجل المرتبة الأولى ان شاء الله احنا نلعبوا باش نفوزوا كل مباراه ان شاء الله. يا اخويا يعطيك الصحه.